بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ها عايشين معانا المنازل، خدنا ثلاث منازل لغايه دلوقتي، التقوى واليقين والتوكل. ايه احب منزله لكل واحد فيكم محمود؟ انا دكتور توكل، دايما توكل الله. توكل عقد ميثاق وثقه، عقد ميثاق مع الله. فرح، انا كمان توكل. توكل اليقين. اليقين، انا كنت بدي اقول التوكل بس حول اليقين لانه كمان مهم جدا التوازن. بالنسبة لي صراحة دكتورة أعتقد التقوى، التقوى كانت أضعف منزلة عندي تقريبا. أضعف منزلة كنت عايز تقويها. الله، حاسس فيها أكثر الآن وعاوز أستمر فيها علشان أحسن من نفسي. الحمد لله. علي توكل. توكل، توكل عشان محتاجه جدا الآن. إحنا عايشين معاكم المنازل دي يا جماعة، لو عشت بيها هي عبارة عن مرجع ليك في حياتك. كل ما تلاقي نفسك أنت محتاج إيه، أنت محتاج لمنزل، كل منزلة بتوفي الاحتياج في حياتك. منزلة النهاردة يا شباب وبنات والناس اللي بيشوفونا، منزلة مهمة جدا، منزلة رائعة. لمين؟ للمهمومين والمكروبين في الحياة، للي الدنيا تعبتهم قوي، للي الدنيا قفلت في وشهم قوي، خلاص ما عادش في أي حل. مرض مزمن ممكن، أزمة عائلية أو عاطفية وما عادش في حل ممكن، باب رزق واتقفل ما عادش في إيدي أي أدوات، كل البيبان اتقفلت، الدنيا اتلخبطت اتعقدت اتقفلت في وشي، أنت محتاج منزلة النهاردة، منزلة التسليم لله. يعني إيه مسلم لله؟ مسلم لله أنا يا رب، أنا معاك يا رب، أنا سلمت ليك يا رب، أنا ما عادش في إيدي حاجة يا رب، حطني مطرح ما تحطني، مطرح ما تحطني أنا معاك يا رب. أصل في منزلة التوكل كان في إيدك أدوات وعندك حلم وعايز تتحرك وتوصله، المرة دي لأ، دي حالة تانية في الحياة، ما عادش في إيدي حاجة خالص، كله اتقفل في وشي. العوام يقولك سلم أمرك لله، بس هو مش كلام، دي حالة قلبية الأول قبل ما تقولها بلسانك. يا رب أنا مسلم، القلب مسلم واللسان بيقول له يا رب حطني مطرح ما انت عايز، اصلها قفلت خالص. معنى التسليم موافقة مرادك لمراد الله، فمراد الله لك خير من مرادك لنفسك. معنى التسليم لله دبر لي فإني لا أحسن التدبير، فتدبيره لك خير من تدبيرك لنفسك. ارمي حملك على الله، اخرج من المعادلة خالص. في التوكل انت كنت جوه المعادلة وبتقول له يا رب كمل لي الباقي، المرة دي بتقول له يا رب ما عادش في معادلة، اصلها اتقفلت البيبان خالص، اصل ما عادش في ايدي حاجة. ولذلك الحديث القدسي، عبدي انا اريد وانت تريد، فاذا سلمت لي ما اريد ارحتك فيما تريد، وإن نازعتني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني أنت لو ما سلمتش اخبط دماغك في الحيط، في الآخر قدر الله ساري. الأصل هو التسليم يا جماعة عبارة عن إيه؟ التسليم عبارة عن أنت مصدق إن ربك لو رحت له قلت له يا مالك الملك ما عادش في إيدي حاجة يسيبك يضيعك؟ ده أنت زرعته. الزرعة دي معقولة بعد ما حد يزرع أرض يقوم رايح حرقها؟ معقولة بعد ما واحد يبني بيت ويتعب فيه يقوم مولع فيه النار؟ أنت صنعة الله. لا، ومش زرعة الله وصنعة، ده أنت أحب مخلوقاته إليه في كل المخلوقات، ملايين المخلوقات اللي خلقها الإنسان هو الأحب. ولقد كرمنا بني آدم وإيه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت أغلى المخلوقات على الله. تسلم ولا ما تسلمش يا عم؟ ما هي قفلت، ما تروح لربنا وتقول له أنا بين إيديك. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم جميلة جدا، خلاها ذكر ثابت الصبح وبالليل. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ده بالليل. طب ولما يصحى يصلي قيام الليل، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنا بك وإليك.
الله على كلمات النبوة، ده كلمات ما يقولهاش إلا نبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بك وإليك، أنا مسلم ليك. التسليم يا جماعة إن أنت تبقى فاهم إن ربنا سبحانه وتعالى طالما أنت سلمت له هو بقى متولي أمرك. هناك في التوكل كان عندك حاجات بتعملها، هنا في التسليم أنت مش عارف تعمل إيه، فتسلم له وتقول له افتح لي أنت الأبواب، فيفتح لك عقلك لأبواب جديدة. التسليم مش معنى سلبي، لا 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 لا، ده التسليم ده لحظة أنا بين يدك، فيقوم فتح لك الأبواب. بصوا للمنظر اللي ورانا، شايف الكون مسلم إزاي؟ اقرأ الكون بطريقة جديدة، اقرأ اقرأ، مش بس اقرأ الكتب، اقرأ الكون، بص الكون. فقال لها للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بص على المنظر، شايف هما بيقولوا أتينا طائعين، كله مسلم، اشمعنى أنت اللي مش مسلم؟ التسليم نابع من حكمة جميلة لابن عطاء الله السكندري، تفهم منها التسليم. بيقول إيه ابن عطاء الله؟ بيقول لك إذا أغلق عليك بابا بحكمته فتح لك أبوابا برحمته. والله دي قاعدة في الحياة. أنا ابتديت في نادي اسمه نادي الصيد، نادي على قد الأعضاء بتكلم فيه، وبعدين وقف الدرس في النادي عيطت عياط ودعيت دعاء يا رب يرجع الدرس في النادي، شايف على قدي. لو كنت في النادي كان زماني في النادي لغاية دلوقتي. كان لازم أخرج للحياة، أنت مش عايز تخرج هو يخرجك. إذا أغلق عليك بابا بحكمته فتح لك أبوابا برحمته. وأنا كمان لي حكمة بحبها جدا وأقعد أقولها، إنما يضيق عليك القدر ضيقا ليدفعك دفعا إلى قدر جديد أوسع لك. طب إيه؟ طب عايزني أعمل إيه؟ سلم، أسلم إزاي؟ اسكن، إهدى إهدى، اطمئن يا محمود، اطمئن يا يمان، تخافيش يا رانيا، إهدي إهدي إهدي، هو ده التسليم، هو ده التسليم. طب وبعد ما أهدى أعمل إيه؟ أكلمه، أكلمه أقول له إيه؟ أشكيله، أكلمه أناجيه من غير ما أرفع إيدي بالدعاء، لا لا لا، المناجاة غير الدعاء، كلميه من جوه. مش هو سيدنا يعقوب لما فقد ابنه ما عندوش حاجة يعملها مسلم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عبر عن تسليمه بأنه بيشتكي لربنا. التسليم مش معناه أنك بارد ما بتحسش، التسليم عمل إنساني، دموعه نازلة، فقد عينيه من الحزن، لكن مسلم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الشكاية إلى الله عبادة، شكواك لربنا ده نوع من العبادة. يعني أعمل إيه؟ عيط له، أيوة أيوة، قول له قول له قول له مسلم مسلم، أنا معاك يا رب، وحطني مطرح ما أنت عايز، بس أنا تعبان. أنت إنسان، التسليم مش حجر، بس أنا تعبان، كرمني عوضني، عزني يا رب عزني يا رب. أيوة، يعني أنت بتقول لي أسلم إزاي؟ قلبك يسلم أنا معاك يا رب، ولسانك يكلمه، مال بتقول له أنا مسلم لك إزاي؟ بس بتشكيله. الشكاية والمناجاة جزء من التسليم لله سبحانه وتعالى. بص يا جماعة، إذا أيقنت أن الله بالغ الحكمة، بالغ العظمة، بالغ القدرة، بالغ الرحمة، فليس أمامك إلا التسليم. سلم لأنك بتحبه، مش لأنك خايف ومرغوب وحيحصل لي إيه، لأنه إحنا أحن عليك من أبوك وأمك، أحن إزاي تبقى قاهر؟ لا، حب أنا جاي نسلم ليك لأن أنت مش هتقدر لي إلا الخير يا رب العالمين. وعلى فكرة التسليم له علاقة بالإحسان عجيبة جدا، مش إحنا الهدف في الآخر الوصول إلى الإحسان؟ التسليم والإحسان دايما في القرآن مع بعض. فمن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. انت اقوى حاجة ماسك فيها لغاية ما تقابل ربنا، ما فيش اقوى من كده. تسليم مع احسان نتائج مضاعفة. وش معنى دايما يقولك من يسلم وجهه لله؟ يسامي الوجه مغرفة القلب. عايز تعرف هو مسلم ولا لا؟ شوف وشه مكلضم ومكشر وقرفان، فين التسليم؟
البشوش اللي زي محمود تعرف ان قلبه من جوه الوش بيبان عليه مسلم ولا مش مسلم. قرفان طول عمرك فين التسليم؟ فرهد طول عمرك تقول انا مسلم ودينا مسلمين، ده احساس قلبي يبان على الوجه انك مسلم ولا لا. وبعدين التسليم ده اعلى منازل دنة. ليه؟ لانه مشتق من اسم دنة. يا جماعه احنا دنة اسمه اسلام، مسلم يعني مسلم، فما بقاش يعني كتر خيري لو انا مسلم لله، ده فرض في دينك انك مسلم لله، لان معنى انك مسلم انك مسلم لله. يا نهار ابيض، ما الكون كله مسلم، ولذلك كل الانبياء مسلمين. ليه؟ احنا مسلمين لله. انا ما كنتش فاهمها كده. اذا منزله التسليم دي اصل ديني علي. اصل دينك يا علي انك تكون مسلم لله، مش ان انت بعيد عن الله. طب والغرب عارفين المنزله دي؟ بيسموها الاكسبتنس، القبول. جاري انجليزي وانا بدرس الدكتوراه ابنه مات، فلقيته متماسك، فبقول له انت متماسك ازاي؟ فقال لي علمونا في المدرسه واحنا صغيرين فكره الاكسبتنس، اقبل الحياه. اكسبتنس يعني القبول، اقبل الحياه. قلت هم اتدربوا على قبول الحياه، وانا اللي ديني اسمه الاسلام، نص المسلمين مش عارفين منزله التسليم ازاي؟ ازاي؟ بس التسليم عندنا احلى من كلمه القبول والاكسبتنس. ليه؟ طب ما هي ليه ما سماهاش ربنا القبول؟ لا، لان التسليم انك قابل الوضع زائد عندك قناعه داخليه ان ده الخير، لان ربنا لا يدبر الا الخير. التسليم اعلى من مجرد القبول. طب مين رمز التسليم في تاريخ البشريه كلها؟ إبراهيم. سيدنا إبراهيم. علي كان بيرفع إيده. أنت لسه هترفع إيدك على طول، خش على طول. سيدنا إبراهيم عليه السلام، كأن ربنا بيضرب لنا مثل لواحد 100% تسليم، بس حاولوا جيبوا 60% 70% من تسليم إبراهيم، يترمي في النار، وهو في قلب النار يجيله سيدنا جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ هو عمال يناجي ربنا. مش بقولك التسليم فيه شكاية ومناجاة إلى الله؟ فألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما لك فلا، وإما إلى الله فنعم، علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. تعرف تسلم كده في قلب النار، مش أول ما تحصل مشكلة، لا يا رب أنا مش 100% سيدنا إبراهيم. اذبح ابنك يا إبراهيم، ومش اذبح ابنك كده، لا ده رؤية في منام. فلما بلغ معه السعي، بص الآيات في سورة الصفات، بقاله سنين ما بيخلفش كمان، وبعدين بلغ معه السعي، كبر قدام عينيه، بقى 10 سنين 12 سنة، وبلغ معه السعي اصحاب، شوف الصعوبة عمالة تزيد ازاي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، رؤية في المنام، يعني مش كمان جاله جبريل بالامر، صحيح رؤية الانبياء حق بس اصعب، اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني مش هتترمي من فوق جبل، ده بايدي، اني اذبحك بايدي، فانظر ماذا ترى. يعني لو قال له لا مش هيذبحه، لا عشان يخليه ياخد الثواب معاه. قال يا أبتي، ابنه مسلم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بص الآية اللي بعديها على طول بتقول إيه؟ فلما أسلما. طب ما هما مسلمين من الأول، إيه الآية دي؟ يعني إيه فلما أسلما؟ هنا تحقق الإسلام. هو ده الإسلام، هو ده التسليم اللي ربنا عايزه. يبقى الإسلام من التسليم ولا لأ؟ فلما أسلما وتله للجبين، ما قدرش يذبحه عينه في عينه، فنيمه على ظهره وحط السكينة علشان يذبح وهو على جبينه مش على عينيه. هنا نزلت الآية، وهنا السكينة ما ذبحتش، وهنا نزل اللي احنا بنذبحه لغاية يوم القيامة الخروف، عشان ربنا يفكرنا إن زي ما إبراهيم سلم ليا انتوا في خير، لأن كان زمان بيذبحوا أولادهم، فتعملت القصة دي علشان ربنا يخلي البشرية توقف ذبح الأولاد قربان. يا سلام، فبقت التسليم كله خير. نسلم ولا لا؟ تاخد كم من 10 في التسليم؟ أصل دينا، أنت مسلم ولا لا؟ وبعدين خلي بالكوا، أنت مش بتسمع دايما ملة أبيكم إبراهيم؟ اللي هي إيه؟ إيه هي ملة أبينا إبراهيم؟ التسليم. هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يا سلام، أنا لما بقرأ الآية دي قلبي بيقشعر. وأنت يا عمرو يا خالد، إذ قال له ربه أسلم، وأنت مسلم ولا لا؟ وانتم مسلمين ولا لا؟
هي دي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت مش عاقل. ملة إبراهيم اللي هي إيه؟ إذ قال له ربه أسلم. الآية اللي بعدها سفه نفسه. أنت لو مش على التسليم أنت مش فاهم حاجة، أنت بتخبط دماغك في الحيط. سفه نفسه فعلا، ده سفه. واحد بيخبط دماغه يا عم سلم لربنا. ابعتوا الحلقة دي للمكروبين والتعبانين. أسلم إزاي؟ ثلاث خطوات. واحد، خد قرار التسليم بقلبك. اتنين، أكثر من ذكر الله. التسليم موضوع مش سهل. كل اللي أنا قلته هتنساه. إيه اللي مش هيخليك تنسى؟ ورد الذكر كل يوم، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بالذات لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة المناجاة. روح له، ابكي له، عيط له، اشكي له، نزل دموعك زي الأطفال ما تتكسفش. اسكن، اهدى بين إيديه، كلمه. رمضان فرصة رائعة. عيط ما تتكسفش من دموعك. قل له أنا مسلم بس تعبان. قل له أنا اتوجعت قوي بس ماليش غيرك. مسلم، أنا معاك، أنا معاك. هوايا حيث قدر الله، بس اكرمني وعزني وعوضني. ها يا ولاد، تعيشوا بالتسليم؟ الناس اللي بيشوفونا تنوي التسليم لله؟ تنوي إنك تعيش لربنا بالتسليم؟ الذكر مش مفيش حاجة هتساعدك قد ذكر الله، بالذات لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نكمل. This guy's gonna be singing today. Yeah. So a big star with the guy behind me. اهلا يا سامي. اهلا دكتور. ازيك يا سامي؟ الحمد لله. ايه حاسس بايه في الرحله بتاعتنا هنا؟ حاسس انه حياتي بدات تتسانى يعني. مبسوط في الرحله؟ جدا والله، يعني مبسوط وبنتعلم كثير ومسلم الامر لله، كانه رحله علاجيه نفسيه والله. انت كيف كنت قبل كده؟ والله كنت دكتور عندي الافكار هذه وعندي الطموح هذه بس كانت كل شيء مشتته. في الرحله بتذكرني يعني، وذكر في اننا فات الذكرى وتثبت فيني اشياء وعندي اهم شيء الان هو اليقين والتسليم لله. الله، منزلت اليقين والتسليم والتقوى ايضا. والتقوى، التقوى، لانه فيني اتعصب سريع يعني، فيني اشياء الصلاه يعني. كيف كانت نفسيتك قبل كده؟ كانت ايه يعني؟ انا اتعصب سريع فعلا. مش باين عليك، باين عليك هادي جدا. هو فعلا الناس كلهم يقولون ان انا شكلي انا هادئ، بس اول ما احس ان انا يعني فكرتي لازم توصل اتعصب. من حب، مش من يعني حقد او كراهيه. أيوة. فهذا غلط يعني. اذا كنت فطن غليظ القلب يعني انفضوا من حولك، فمش طريقه حلوه يعني في التعامل. فان شاء الله يعني كانت الناس بتزعل منك. تزعل اكيد، تزعل، وانا ندمان على يعني مواقف كثيره زعلت فيها ناس منها. حاسس منها اهلك، حتى اهلك كنت بتتعصب. اي اكيد، انا لاني احبهم كثير اتعصب. بس غلط يعني. هل الذكر فرق معك؟ الذكر يعني بالرغم ان انا يعني getting used to تطبيقها مش بطريقه مستمره، بس سبحان الله سنة زي يعني اول ما ابدا اذكر الله احس يعني اوكي بنقولها اول مره ثاني مره بكلمات، بعدين ادخلها في قلبي، بعدين يحصل تغيير. الله، فعلا يحصل تغيير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله. سعيد بك يا سامي. انا سعيد دكتور والله. الله يكرمك. هاي. الآن مع التمارين. تمارين نعيش معاها ونجاوب فيها، نغرس المنزلة جوانا أكتر وأكتر. هقول بمناسبة التسليم، هقول جمل سلبية ومين يقول عكسها الجملة الإيجابية اللي بتعكس نفسية التسليم، تمام؟ فالجملة الأولانية، أنا بذلت كل جهدي وخلاص مفيش فايدة.
أنا يا دكتور. يا مان. دائما في بديل. دائما في بديل عادل. ما لم أستسلم أنا لم أفشل. ما لم أستسلم أنا لم أفشل. حد عايز يقول فيها حاجة تانية؟ تعلمت حاجة من التجربة. تعلمت شيء من التجربة. الله هيعوضني على شيء تاني. الله سيعوضني بشيء تاني. الجملة التانية، أعتقد أن هناك مؤامرة عليا في العمل، في حد بيتآمر عليا في الشغل، واللي هو ممكن يكون صحيح. أي تفضلي. إنه ابتلاء من الله. إنه ابتلاء من الله. وإنه في ناس بيدعموني في الشغل. زي ما في ناس كده، في ناس بيدعموني في الشغل. ممكن استفيد من الانتقاد لحسن نفسي. ممكن استفيد من الانتقاد عشان أحسن نفسي. الجملة الثالثة، أنا لا أستحق كل هذا القهر والظلم. أيوة يا مان. الحياة فيها ابتلاءات وامتحانات عشان نتعلم إنه يعني نرتقي. النقطة اللي بعد كده أنا هقول الجملة وتقولوا لي هي صح ولا غلط من وجهة نظركم. الألم هو تعرض لمشكلة، فبيقول الألم جزء ضروري وطبيعي في الحياة، هذه سنة الحياة. نوافق على الجملة دي ولا غلط؟ نعم. طبعاً فيها تسليم ولا ما فيهاش تسليم؟ نعم. فيها تسليم. أنا ضعيف وطبيعي أكون موجوع، دي لحظة سيئة في حياتي لكنها ليست دائمة. موافقين على الجملة دي؟ نعم. جزء ثاني يعني. لضعيف. أنا ضعيف. كويس، أنت معترض على كلمة ضعيف. أنا معترض على الإنسانة ضعيفة. أنت معترض على كلمة ضعيف. خلقنا الإنسان. هي بتقول فرح بتقول ما الإنسان خلق ضعيف. أيوة في آية وخلق الإنسان موجودة بالقرآن. حسب تقصد إيه بالضعف؟ ولكن ضعيف. أنا إنسان وجوايا ضعف، أو أنا إنسان زفت يعني حسب أنت تقصد إيه بكلمة ضعيف. تتفهم كده وتتفهم كده. حسب مدة الضعف، إذا كانت مدة قصيرة ممكن يكون ضعيف وغلط، بس لكن من بعد خلاص لازم نرتقي للأمام. لازم نرتقي للأمام. أيوة علي. آخر واحدة، عندك صديقك دوًا حصل له مصيبة في حياته، قل له جملة تثبته بيها. لو حد بيسمعك الآن، إيه الجملة اللي فيها تسليم تثبته بيها؟ تقول له إيه؟ المؤمن مصاب. المؤمن مصاب. إن الله لا يضيع أجر من أحسن. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. هذا اختبار سيخرجك إلى آفاق جديدة. هذا اختبار سيخرجك إلى آفاق جديدة. صلي صلاة استخارة تفتح له أبواب. صلي صلاة استخارة تفتح لك أبواب. شكرا جزيلا. ودي كانت كده اتكلمنا في التمارين إزاي تقوي نفسك من جوه. تعالوا نكمل مع بعض. منازل الروح فيها مفاتيح النجاح للإنسان. إنها طريقة حياة وليست فقط كلام روحي ديني، بل لها القدرة على تغيير حياتك أنت وأنت، ودفعكم نحو الحياة إلى التي لا طالما انتظرتموه، فكأن أصبح الدين والحياة واحد. وصلنا للذكر. التسليم محتاج ذكر كبير أوي. إزاي تسلم وإنت مش حاسس بيه؟ وإزاي توصل للإحسان وإنت مش حاسس بيه؟ طب وأحس بيه إزاي؟ أقوى وسيلة تساعدك ميزة الذكر يا جماعة، إنه بيلغي الروتين. لا يقتل العبادات قد الروتين. أنت أحياناً بيبقى عندك روتين، إنما ميزة الذكر لو عملته صح إنك بتذكر وبتتفكر في اللي أنت بتقوله، بتقول الحمد لله وشايف النعم في قلبك يتجدد فيه المعاني، مفيش روتين. بتقول أستغفر الله وشايف إنك مقصر في حق ربنا فتتجدد المعاني، تقول لا إله إلا الله وتشوف مناظر فتتجدد المعاني. الذكر ما بيعملش روتين، الذكر يقتل الروتين، والروتين يقتل الروحانيات. فأنت بالذكر متجدد دائما، معنى رهيب في الذكر. عشان كده العبادة الوحيدة اللي ربنا قال كثيرا، ما قالش في الصلاة كثيرا، ما قالش في الحج كثيرا، ما قالش في العمرة كثيرا، لكن قال ولا مرة جاب الذكر إلا وقال كلمة كثيرا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما فيش ذكر من غير كثيرا. ليه؟ علشان هو دي الحاجة اللي بتخليك إنسان متجدد. التسبيح والذكر هو اللي حيوصلك للتسليم، وهو اللي حيعينك على التسليم. يبدو يا جماعة إن زي ما في خلايا في الإنسان بتموت وتتجدد، يبدو كمان إن في معاني في حياة الإنسان بتبقى محتاجة تجديد. التجديد ده ما بيحصلش إلا بالذكر. الناس اللي بيشوفونا مش آن الأوان ورمضان عمال بيعدي إنك تنوي. وإنتوا يا جماعة، إنتوا هتمشوا بعد كام يوم، إنه مش هسيب الذكر لغاية ما أموت. ده قرار لغاية إمتى؟ أفضل أذكر لغاية إمتى؟ نهاية رمضان؟ لأ، لغاية ما تموت. خد القرار.
هتعيش أجمل أيام في عمرك واستابيليتي، هيحصل استقرار في علاقتك بربنا. كلنا علاقتنا بربنا بتطلع وبتنزل، تلت ساعة تظبط لك صلتك بربنا العمر كله وتجدد حياتك وما تعملهاش. الذكر اللي عايزينه 1000 تسبيحة، 200 استغفار، 200 لا إله إلا الله، 500 الباقيات الصالحات اللي هما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ومية في الآخر أسماء الله الحسنى. تعالوا نذكر ونجدد قلوبنا بإيه؟ إيه اللي يجدد البني آدم من جوه؟ يقول النبي جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.